عزيزتي المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك في قناة سحر الكروشيه المغربي، قناة تركواز جيجيغ على يوتيوب. اقتراحي عفوا لك اليوم هو عبارة عن عرض ديال جلابة ديال الكخاب دو سوا في الكحل ملك الألوان. ثم هذا اللون هذا باش خدمت الخدمة الكروشيه، هذا جون سيترون، ولكن للأسف الشديد راه متيبانش في الصور، ما تيبانش في الكاميرا. زوون واحد اللوين زوون بزاف، ولكن هنا تيبان غادي البيوضيه. على اي الزواقه هذه غنيه عن التعريف من تصاميم تركواز كاجير الجميله. هذه الزواقه ديال اللوايه مخدومه في هذه الجلابه على مستوى نص سطوق، ها هو غير نص سطوق، ودايره على القب. ها هي هنا فين تيتلاقاو، شفتيهم؟ هذا المنتصف ديال القب مزيان، ومنبته بالعقيق هنا رقم 3 وهنا رقم 4، حيت عندي هاد الفتحات كبارين على هادو. وهنا الكميمات حتى هما بنفس الزواقه ومنبتين برقم 3. ثم الشوشه ما نسيناش القب، حتى هو جلابه بلا قب ما هيش جلابه، هذا رايي ديالي. وبالنسبه للفتيحات درت لهم المربعات المائله، حيت الفتيحات في الجناب، حيت عندي الثلاثيه في الامام الجلابه، باقي غنلبسها على المانكان باش تشوفوها كيفاش دايره. دونك الا باقي عندك الوقت، واقيلا راه يكون باقي عندك الوقت، ما عرفتش امتى غنحط هذا الفيديو، العيد قريب ان شاء الله. هاد الجلابه الا كنتي كتخدمي مزيان كتزربي وما عندكش بزاف د المسؤوليات، راه تقدري تكمليها في اسبوع، في ليستيماسيون ديالي اسبوع كافي انك تكملي فيه جلابه زوينه بحال هذه، رائعه جدا، انيقه جدا، والصور غنية يعني التعريف. نخليكم مع الصور، فرجة ممتعة. إلى اللقاء، عيد مبارك سعيد. كانت معك مريم من قناة تركواز كاجيغ لسحر الكروشيه المغربي، فرجة ممتعة من الأخرى. السلام عليكم. استفدي في الدروس التعليمية، استفدي في الدروس التعليمية.